ده لو اللي في الشارع شافوك. اسبوعي بس هما والله بيقطعوا كده. لا والله ما بيقطعوا كده. طلع لي في النص اهو. ابعد عني. لا لا. مزاج النهارده هيبقى جامد ان شاء الله. هروح اقابل البعباص. مين تاني؟ مش عارف مين تاني. I am back ان شاء الله. وحشني الفلوج العادي الطبيعي اللي بمشي فيه في الحياه واعمل فيه اللي انا عايزه. يلا بينا. انا وبعباص رايحين ان شاء الله عندنا ميتنج كده في التجمع. هنقابل شويه شباب. وانا ما ينفعش اقول كل التفاصيل بس ان شاء الله لو الحوار ظبط هنعمل حاجه حلوه كده. حوار حلو ان شاء الله. اخص عليكي. بمناسبة الصرافات، شفت الحوار ده؟ ان هم قفلوا السفارات كلها. يا بابا انا بعمل لك كمية اعلانات يا اخي. والله المفروض اخد فلوس على اللي انا بعمله ده. صديقي. مولانا. عمي. كنت بغير بس الصورة عشان شكلي متخلف. انا لسه قاري بوست مبسوط منه جدا. حس ان هو بيتنفذ عليا. اللي هو؟ اللي هو ان انت لما بتقعد في وسط ناس اذكياء بتتاثر بيهم وبتبقى ذكي زيهم، او بتبقى يعني بيسخنوك وتبقى زيهم. لما بتبقى في وسط ناس اغبياء ما عندهاش اي حاجه في حياتها الموضوع بقى بيأثر عليك برضه. فانا ملاحظ ده معايا بقى في ايه؟ في الانجليزي. ان انا ببقى معاكم وبتكلم انجليزي ممكن اخبط. بتحاول يعني؟ بحاول. لا بتكلم ساعات. ساعات ببقى محرج ان انا اتكلم مع حد غريب احسن اقول حاجه غلط معاكم مش ببقى مكسوف. الفيديو بتاع امبارح انا كنت قلت فيه ان الشاب اللي كان قال الايه انما بعثته لاتمم مكارم الاخلاق، فهي طبعا ما هياش ايه ولا حاجه. فانا ما اعرفش انا ليه قلت كده. هو حديث طبعا يعني. قريت متوسط المشاهدات عندك في حدود 5000 6000، في حاجات بتوصل 9، في حاجات بتوصل 12. اكتر حاجه كنت انت فيها لوحدك وعملت نسبه مشاهده الفيديو اللي انت قلت للبنات. لا لا بتاع البنات. الفيديوهات اللي احنا معاك فيها كلنا اكتر حاجه بتتشاف. الحاجات اللي انت وباباك طبعا بتبقى فيها برضو بتتشاف كويس، والحاجات اللي انت لوحدك لو حاطط عنوان قوي بتتشاف برضو كويس. وانا اساسا بدات الفلوج وانا في نيتي ان انا اجيب فيه ناس كتير، فاهم؟ واجيب فيه ناس جديده وناس مؤثره وناس عندها فكر وكده. فعايز ابتدي ارجع الناس تاني. انزل انترفيو ناس، انزل اتعرف على ناس جديده. هنسلم عليهم ونيجي. استاذ حازم الصديق. استاذ احلام. عارفين مين ده؟ مين؟ مين؟ حسام؟ لا مش حسام. لا مش حسام. طب حد فاكر من حاجه اللي احنا قلناها في القعده بتاعتي؟ احنا مش مسمينه درس اصلا، احنا مسمينها قعده. مين هيقولنا؟ احنا فاكر في الكنيسه وبيقابل بنات. ده اللي انت فاكره بيقابل بنات؟ عرفت عن حوار ادهم ده ازاي؟ السحر دي مامتي. وانت؟ لا انا ابن خالتهم فهم قالوا لي. مامته برضه. وانت؟ ما انت اخوه فمامتك برضه. انت عارف سنين؟ انا عكس. انت عامل فوق ادهم؟ لا دار الرجال. الدار؟ دار ايه؟ دي؟ يعني بيدوا ايه هنا اصلا غير ادهم؟ معرفش. انا عرفت بس ادهم فجيت وبعدها جيت اللي هو كان يستمتع فيه. انتوا اعماركم قد ايه؟ 15 مثلا؟ 14 15 15. حاجه حلوه جدا. يعني المره اللي فاتت وانا جاي كلمت ادهم قلت له انا قلبي مقبوض، انا مش عارف، حاسس ان انا مش عارف اتعامل معاهم. المره اللي فاتت لا، حسيت ان السن حلو جدا وحلو ان انت تكلمه، محتاج ان انت تكلمه، محتاج ان يلاقي حد قريب منه زي ما احنا كنا محتاجين حد قريب مننا. انبسطت بعد ما خلصت المره اللي فاتت. حتى السن الكبير قلت لهم ما يجوش، انا عايز السن ده. في واي فاي في المكان؟ في اكيد واي فاي. انتوا معاكم نت على الموبايل؟ افتحوا اليوتيوب. اللي معاه نت، اللي معاهوش نت اما يروح اهو. كويس. اكتب حازم الصديق. انت اتحولت خالص. حازم هازل. هيزل بتاعت حازم. ال سي دي انت كاتب ال
طيب انت حبيبي. كنت بتعرف على الشباب فقلت ايه كل واحد يتكلم الاول عن نفسه وبيحب ايه. 80% بيحبوا التصوير من نفسهم كده قالوا كده صح؟ هم لوحديهم كده. ايه شغفك؟ بتحب تعمل ايه؟ بحب اصور. طب هو ايه اللي مكتوب فوق ده؟ مكتوب ليه؟ حبيبي. ليه انت اللي كاتبها؟ انا كتبتها عشان يسيرش عليك. طيب اما تروحوا اكتبوا الاسم ده على اليوتيوب واعملوا سبسكرايب. ماشي؟ وهسألكم المرة الجاية ولو ما عملتوش سبسكرايب خلي جعباص يا ماشي؟ سلام يا ولاد. سلام يا عمر. ماشي؟ 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 ايه عايز ايه؟ لا بسأله هو. اه اتفضل اتفضل. ايه يا حبيبي؟ نعرف الشباب بال يلا يا يعني سعيد يعني سعيد. اوه ما ستابروك 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 رولز ستابروك رولز يا جدعان ستابروك رولز. نايس. عاش ستابروك. جو اهيد. كده عاش. لا لا استنى صوره. استنى انا عايز اطلع في الفلوج. انا بحب الاستاذ حازم قوي وبشوف كل فلوجاته. بقول لك استاذ جعباص عايز اسالكم على انا ما بحبش يعني الحاجه المنتشره اتكلم فيها بس عشان في كذا حد سالني على حوار اسلام الشهابي. حد ليه راي في الكلام ده؟ انا رايي ان احنا هرقين. نزلت فيديو عن الموضوع ده من نص ساعه. احنا هرقين. الراجل ده كان اي حاجه هيعملها كان هيتشتم. يعني هو انسحب كان هيتشتم لان ايه اللي وداك للاولمبياد وانت عارف انك كنت لاعب اسرائيل. طب لعبهم وغلب يبقى تطبيعه. يبقى هو بيطبع فهو يستاهل يتشتم. طب خسر لعبت ليه لما انت عارف انك هتخسر؟ كان المفروض تنسحب. اكرم لك اللي هي الاولانيه. ها سلم عليه. ايده انغمست في ايد قاتل الاطفال. طب ما سلمش عليه يبقى انت لعبته ليه من الاول لما انت ناوي مش يعني هو بص هو كان هيتشتم هيتشتم. فاحنا هرهين. احنا نفسي نبطل نهرس ونبدا نفكر. بس انا بقى رايي نو كومنت. الاخذ بالاسباب. اسلام شهابي احنا مش عارفه في حرام. مش فكره انه روح شقلبه دوس عليه اقتله يا معلم. بس ده الخامس من الحاجه 20 دخل عمل ايه؟ شاله اداله الشقليبه شكرا الماتش خلص. اخذ بالاسباب. ان الله سبحانه وتعالى مش هينصر الا اللي هياخذ بالاسباب. صح. انت مش هتنجح غير لما تشتغل. انا عندي احساس انت مش هتكسب غير لما تجتهد. عندي احساس ان اسلام كان داخل اصلا مش عايز يلعب في فندم. احنا دوسنا عليه. ده داخل بانه مصر بتنتصر على اسرائيل. الاسلام ضد اليهود. يلا انتصر. لود لو على اي بني ادم هينفجر يعني. هو بغض النظر اصلا بقى ان هو شبهك على فكره. هل انا لو دخلت كان الاسرائيلي زعل. انا اكتر حاجه تعبانيه اكتر منه الهري. لازم يجي حاجات في حياتك اقسم بالله انا لا عايز افتح ولا عايز اتفرج. مش لازم اتكلم في كل حاجه. رايك مش هيضيف. صح صح صح. بالله عليك اسكت. بالله عليك. بالله عليك اسكت. بالله عليك. ده الفيديو اللي كده عملته طبعا. طبعا يا جماعه احنا لا نكتفي من الهري. استنى استنى مين علمك؟ انا مثل الاعلى يا جماعه الاستاذ حازم الصديق. انا من كتر ما كنت اشوف الفلوجات بتاعته نفسي اعرف من الله. لا بس حلو المونتاج حلو. تعالوا بس يا جماعه اتفرجوا على الفيديو بتاع مين. ده اسمه ايه الجهاز ده؟ ده سكوتر؟ ولا مش قوي يعني. هو شكله مش سكوتر قوي يعني. سكوتر بس؟ ولا سكوترين دول؟ ده شكله سكوترين. ده هيكفيني ده ولا هيتكسر؟ ولا صعب؟ لا ده هيتكسر خالص ده. هو معمول. ايوه انا وجدي نصوره. طيب طب انت لو كسرته هتجيب غيره طبعا صح؟ لا انا قلت له خلاص كده من بدري والله. تقعدوا مع بعض ولا تروحوا ولا ايه؟ هوديه للنادي عشان يروح ان شاء الله. استناه باذن الله تعالى يبلبط شويه. هتروح تبلبط ولا؟ ممكن انزل معاك شويه. انت اسمك ايه؟ اسلام. اسلام ازيك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اسلام الشهابي ولا؟ لا انا براه حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ بتظبط مش ظابط ليه كده؟ اظبط كده. ايوه كده. اعمل سبسكرايب ماشي؟ وانت اعمل لك عمرو 3 سبسكرايبرز الحمد لله. 3؟ طيب اخويا واختي وامي اعتبرهم 4. Thanks bro. Nice.
حازم حازم لا يجي يكلمني هو مفيش حاجه اسمها تكلم مدير الامن هو عايز طب يجي هو الكاميرا دي شخصيه مش عايز حاجه يجي هو انا مش طالب قول له بس اسوان في ايه المدرسه بتاعتك ما اعرفش هو قال لي ده ماشي بعد اذنك ثواني بس اقول طب بقول له يا عم بقول له يا عم ازيك يا انت عارف ايه حبيبي استاذنك في الكاميرا باشا بس ممنوع ليه ممنوع كاميرا شخصيه اه انا فاهم ممنوع في ده ايه المشكله انا موبايلي فيه كاميرا ايه فرقه الكاميرا دي عن الكاميرا دي مش عارف طب ما هو بقى يقول لنا بقى مش عارف مين اللي يعرف خلاص هناك خالص اهو بيحاول يشوف ايه البدع الجديده اللي هم ابتدعوها عشان ينعوا التصوير مع ان الناس كلهم معاهم انا باكل لب مع ان الناس كلهم معاهم موبايلات يعني واللي عايز يصور حاجات اسرار اكتر بكتير قوي من انا ممكن اصورها هيصورها بالموبايل يعني عادي ايه اخد الحق حرفه ايه اللي حصل مفيش اتكلمت معاه الراجل بيتكلم بذوق وبتاع فقال لي بس عشان خصوصيه الاعضاء قلت له دي كاميرا وموجوده في الموبايل انا مش داخل مخبيها عشان اصور حد جوه انا داخل والكاميرا في ايديا فاحنا قلت له يعمل سبسكرايب ما قلتلوش يعمل سبسكرايب ازيك عامل ايه الحمد لله ايه اخبارك اسمك ايه حسين حسين ازيك حسين عامل ايه الحمد لله تحب الفيديوهات الفلوجز اه عاش سلم عليا حبيبي شكرا عارفك كده هو حد صورني انت بتصور في اوضه تغيير الملابس يا ماما ضحك اوه ما شاء الله كان ايوه اقنعوني انزل معاهم البسي اه وقابلت اصغر فان قابلته في حياتي جه بيقول لي انت حسام قلت له انا حازم قال لي انا بتفرج على الفلوجز تعالى قال لي انا بتفرج على فيديوهاتك كلها محتار جدا مش عارف انزل ولا اقعد امنتج مش عارف فكر اقعد امنتج احسن الخط السريع بقى كان اشتغل امبارح كنت في درس العقيده مع محمد الغليظ فكان بيتكلم في حته على اختلاف العلماء وان بيبقى فيه مشاكل ده حب يقول برايه وده بيقول برايه فقال ان الامام النووي اللي مش عارف مين الامام النووي بتاع الاربعين النوويه اللي هي الحاجه المشهوره جدا اللي ملى العلم ملى بعلمه الكون كله الراجل ده كان عقيدته اشعريه فقال لك سبحان الله وكان ربنا سبحانه وتعالى ليه سنه كده في الدنيا ان مفيش عالم كبير او امام الا واشتهر عنده خطا وخطا كبير قوي وكان ربنا سبحانه وتعالى عايز يثبت العصمه بس للنبي صلى الله عليه وسلم في حته ان انت تخطا وانت اصلا لسه بتتعلم ما تزعلش لان العصمه احنا زي ما احنا قلنا دفنت فكلنا هنغلط حتى المشايخ والعلماء والائمه عندهم اخطاء لان العصمه للنبي بس صلى الله عليه وسلم كنت بتكلم على الحديث اللي انا غلطت فيه امبارح انا ما غلطتش في الحديث انا قلت ان هي ايه وهو اصلا حديث وانا عارف اصلا ان هو كده يعني انا اكيد عارف ان هو حديث بس الفكره ان انا حسيت ان انا طالع اصحح لواحد ان هو غلط في حاجه وان ربنا ما وفقوش عشان يعني يدافع عن دينه ويبين حاجه معينه فروحت انا غلطت وانا بقول فجعباص كان بيواسيني او حاجه زي كده يعني انا في دماغي عايز ادرس بروجرامنج مثلا لطفل من 8 ل 12 سنه اه مش بروجرامنج لكن هياخد الفكره هيفهم الكونسبت ممكن يحب البروجرامنج ممكن بعد كده يكمل ويبقى فريلانسر لو كمل معايا انا شخصيا بعد كده في السينيور اكاديمي هوصله ان هو يبقى قطع شوط كويس فالفكره في كده ان هو انت هتقدر تغير التعليم بمجرد بس ان انت تقتنع بالفكره كبيرنت ان انت تسيب ابنك للتجربه دي امير بيتكلم على الشركه بتاعته او الاورجنايزيشن بتاعته المنظمه بتاعته اسمها مايند بيلدرز عايز يعمل حاجه زي تعليم موازي مثلا وياخد الاطفال عشان يتعلموا سكيلز حقيقيه يعني يتعلم ازاي مثلا يبقى ديزاينر يتعلم ازاي يبقى ويب ديفلوبر يتعلم ازاي يبقى بروجرامر يكتسب مهاره بحيث ان هو يتطور في يوم من الايام قريب يبقى فريلانسر مثلا ما يبقاش ملتزم بالتعليم اللي عنده في المدرسه اللي هو بيحسسه ان انت ايه لازم تمر بالتعليم وبعد لما تتخرج تبقى تشوف حياتك العمليه عامله ازاي ولسه هنبتدي هحط لكم اللينك للبيج بتاعت مايند بيلدرز في الديسكريبشن ان شاء الله كل يا صاحبي سلام بقالي كتير قوي ما شفتش الشباب امير خصوصا يعني وادهم برضه ما شفتوش بقالي كتير عايز اشوفه والله How's it going? Yeah, that's a
حلو التيشيرت ده. ايه؟ اه انا قول يا صاحبي. سامي صاحبي. يوم كويس ان شاء الله. بكره يوم كويس برضو. و غالبا بكره هطلع في قناه هدى تي في ان شاء الله، نفس البرنامج اللي انا كنت هطلعه الاسبوع اللي فات وما عرفتش اطلع. ويوم الاثنين ان شاء الله باذن الله في ايفنت في المنصوره ليا ولحسام، هبقى شاير الديتيلز بتاعت الايفنت ان شاء الله على الفيسبوك بيج بتاعتي. و لا حول ولا قوة الا بالله. المهم يعني هو ده اللي هيحصل ان شاء الله يعني. سلام. اكسر الموبايل اكسب كمل فضحك خلاص انزل السوق الكلام ده. ايوه ابدا صديق. ايوه الفينيسي فين الايه؟ فين الايه؟ جياتي اهي دي عشان تقعد دي الصديق بالسين. الصديق